السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في هذا اليوم، يوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر صفر لعام 1439، نكمل ما بدأناه بالأمس من التعليق على كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد توقفنا عند الأصل الثاني مما ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم. الأصل الثاني هو معرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني الأصل الثاني التي يجب على العبد معرفتها من الأصول الثلاثة التي ذكرها المؤلف، معرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني لا بد أن يكون دينك مبنيا على الدليل، لا أن تكون مقلدا جاهلا بأصل دينك وعقيدتك، وإنما لا بد أن يكون دينك مبنيا على اليقين وعلى الدليل. وعرف الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. فالاستسلام هنا المقصود بالاستسلام الاستسلام الشرعي، الإسلام الاستسلام لله تعالى. كما تعلمون أن الإسلام أو الاستسلام استسلام الخلق لله، قد يكون قدريا كونيا وقد يكون شرعيا كما سبق معنا في العبادة والعبودية. فالإسلام القدري هو استسلام قسري، فكل العبيد وكل الناس وكل الخلق مسلمون لله، بمعنى مستسلمون لأمر الله الكوني ولأقداره، كما قال تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أما الإسلام الاختياري الشرعي فهو المقصود هنا، وهو إسلام أهل التوحيد بأن يستسلموا لله بالتوحيد، يوحدوا الله عز وجل مختارين راضين مقبلين على الله عز وجل بالتوحيد، ومنقادين له بالطاعة بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ومتخلصين ومتبرئين من الشرك وأهله، فليس عندهم شائبة شرك في عقيدتهم، بل عقيدتهم خالصة من الشرك وبريئة من الشرك وأهله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني
وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم، المؤلف رحمه الله بين هنا أن هذا الأصل ثلاث مراتب: إسلام وإيمان وإحسان، وسيفصل فيها. بدأ بمرتبة الإسلام وبيان أركانها، وبدأ بالركن الأول وهو الأساس والأصل، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهما شهادتان مقترنتان لا يقبل أحدهما دون الآخر، فهما ركن واحد لأنه لا يقبل أحدهما دون الآخر. وذكر الدليل على هذه الشهادة في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. شهد الله سبحانه وتعالى، والشهادة هنا جاء تفسيرها بعدة ألفاظ عن السلف، ففسرت بالحكم والإخبار والإعلام والإنباء، كل هذه من تفاسير هذه الشهادة، فهي أعظم شهادة من أعظم شاهد بأعظم مشهود وأجل مشهود، وهو التوحيد. فالله عز وجل شهد وعطف على شهادته الملائكة، وأيضا ذكر أولي العلم، ويدخل فيهم الأنبياء. فالله عز وجل شهد بهذا الأصل العظيم وهو التوحيد، وهو لا إله إلا الله، لا إله إلا هو. وبين المؤلف هنا المعنى الصحيح لهذه الكلمة، معناها لا معبود بحق إلا الله. هنا نريد أن نقف بعض الوقفات المهمة مع هذا التفسير. معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، هذا هو التفسير الصحيح لها، لا معبود بحق إلا الله. وهذه الشهادة لها ركنان: لا إله، هذا الركن الأول وهو النفي، نفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله هذا الركن الثاني، ومعناه إثبات العبادة لله وحده، كما ذكر المؤلف هنا: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. يعني لا بد أن تتخلص من الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية. وهذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله هي في توحيد الربوبية أو الألوهية؟ الألوهية. نعم، الألوهية، لكن يستلزم يتضمن توحيد الربوبية والألوهية. الألوهية. طيب، حنا الآن نقف وقفات. لا إله إلا الله، ما معنى إله؟ يعني تقول لا إله، ما الإله؟ هل الإله المعبود أو الإله الخالق؟ المعبود. ها؟ المعبود. المعبود. وإذا قلت المعبود، فهذا المعبود يتعلق توحيد الألوهية أو الربوبية؟ الألوهية. نعم، كل ألوهية متضمنة للربوبية. طيب، فسر أهل الكلام، هناك تفسيرات فاسدة لهذه الكلمة، وسنذكر لكم ثلاث تفسيرات منها. التفسير الأول، تفسير أهل الكلام لهذه الكلمة، وهو متعلق بتفسيرهم لمعنى الإله. فأهل الكلام فسروا الإله بالقادر على الاختراع،
قالوا الإله هو القادر على الاختراع يعني الخالق، فلا إله إلا الله عندهم لا خالق إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا الله، لا خالق إلا الله. طيب، هل القول بأن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله صحيح أو خطأ؟ نفصل أكثر لأن بعضكم ممكن توقف. لا خالق إلا الله صح أو خطأ؟ ها؟ صح. طيب، تفسير لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله صح أو خطأ؟ خطأ. نحن نقول نعم لا خالق إلا الله، لكن ليس معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، بل معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ولا يصح تفسير الإله بالخالق. لماذا؟ لأنك لو فسرت الإله بالخالق لكان معنى لا إله إلا الله معنى لا خالق إلا الله، وهذا توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يقر به المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منهم. وهل كان المشركون يقولون لا إله إلا الله أو كانوا ينفونها؟ كان ينفونها. وهل كان المشركون يقولون لا خالق إلا الله؟ يقولون لا خالق إلا الله ولا يقولون لا إله إلا الله. إذن لا خالق إلا الله غير معنى لا إله إلا الله. والله عز وجل يقول عن هؤلاء المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ويقول الله عز وجل عنهم، ويقول الله سبحانه وتعالى عنهم لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وإلى لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فامتنعوا من قول لا إله إلا الله لما طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا كلمة يملكون بها العرب وتدين لهم بها العجم. فقال له عمه نعطيك 1000 كلمة ماذا تريد؟ قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقاموا ينفضون ثيابهم ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن كفار مكة يعرفون معنى لا إله إلا الله أو لا؟ ها؟ نعم. يعرفون أن معنى لا إله إلا الله أنك ما تعبد إلا الله، ولذلك امتنعوا من قولها مع أنهم يقولون لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. ولئن سألتم من خلقهم لا يقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وهذا من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. إذن تفسير الإله بالخالق أو القادر على الاختراق على الاختراع خطأ، وتفسير لا إله إلا الله بهذا المعنى خطأ. ولأنه يلزم من هذا التفسير أن يكون الكفار المشركون موحدين. لو قلت معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لكان أبو جهل موحد، لأنه يقول لا خالق إلا الله، يقول لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله. وهذا يعني معنى مفصلي، وهو في التحديد لمفهوم الشرك ومفهوم التوحيد، ومتى يكون الشخص مشرك، ومتى يوصف بالشرك، ومتى يعني يخرج من 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 تحقيق التوحيد. وذلك تجد بعض الناس يقول ليش يكون هذا الشخص مشرك وهو يقول لا إله إلا الله؟ يقول كيف أن تقول لشخص يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويطوف لغير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويسجد لغير الله، كيف تصف بأنه مشرك وهو يقول لا إله إلا الله؟ لأن هذا اللي يقول هذا الكلام يعتقد أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. نقول نعم، من تعبد لغير الله فهو مشرك، من عبد غير الله فهو مشرك، وإن كان يقول لا إله إلا الله لأن هذا الشخص ما حقق هذه الكلمة بفعله وإن قالها بلسانه.
هذا التفسير الأول خاطئ. التفسير الثاني الفاسد لهذه الكلمة قول أهل وحدة الوجود الاتحادية، قالوا معنى لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله. هل هذا كلام صحيح؟ لو قالك واحد لا موجود إلا الله صح أو خطأ؟ ها؟ خطأ، لأن الله موجود والخلق موجودون، أنت موجود، السماوات موجودة، الأرض موجودة، النجوم موجودة، فكيف تقول لا موجود إلا الله؟ ماذا يلزم على هذا التفسير؟ صحة الأديان. أحسنت، إذا قلت إن معنى لا إله إلا الله لا موجود إلا الله يلزم أن كل ما في الوجود هو الله، وبالتالي فإن الشخص الذي يعبد أي شيء إنما عبد الله، فكل العابدين لغير الله يكونون عابدين لله بهذا التفسير الاتحادي. أهل وحدة الوجود يقول ليس في الوجود إلا الله، لا موجود إلا الله، ولهذا تجدون أصحاب هذه العقيدة يصححون جميع الأديان، فالذي يسجد للشمس والقمر وللحجر والشجر وللصليب والبقر إنما عبد الله، عابد لله. لماذا؟ لأن عندهم إن الله هو كل شيء، هو متحد وكل شيء هو يعني الله عز وجل واحد بالعين، عين المخلوقات هي كلها هي الله. وهذا ما عبر عنه ابن الفارض الاتحادي في تائيته المشهورة، صحح جميع الأديان. وإما قال وإن خر للأحجار في البد عاكف فلا وجه للإنكار بالعصبية، وإن عبد النار المجوس ومن طفت كما جاء في الأخبار في ألف حجة فما قصدوا غيري وما قصدوا سوايا وإن لم يظهروا عقد نيتي. سبحان الله، يقول هؤلاء اللي يعبدون الأحجار والنار ما عبدوا إلا أنا، ما عبدوا إلا الله، لأن الله متحد في جميع المخلوقات وليس في الوجود إلا الله. هذا مذهب ضال، مذهب ضال فاسد. وعبر عنه أيضا ابن عربي بقوله العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أنى يكلف. هذا أهل الوحدة، وحدة الوجود، وكذلك أهل الحلول اللي يقول الله حال في كل شيء، يصححون جميع المخلوقات. يعني فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى صادق عندهم، لأن الله حال فيه أو متحد فيه. واللي يعبدون النار عبدوا الله، والذين يعبدون البقر ولا الشجر عبدوا الله، لأن الله حال فيها أو متحد فيها. هذا إذن التفسير الثاني الخاطئ. التفسير الثالث الفاسد أيضا من يقول إن لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، وهو قريب من التفسير الأول أهل الحلول أو الاتحاد. لا معبود إلا الله هذا خطأ، لأن هناك معبودات سوى الله، فالشمس معبودة والشجر معبود والحجر معبود، فكيف تقول لا معبود إلا الله؟ فأنت حينما تقول أيها المفسر لهذه الكلمة بأن لا معبود إلا الله تجعل المعبودات هي الله، المعبودات الضالة، والصحيح أن يقال لا معبود بحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعونا من دونه هو الباطل. إذن نفهم بهذا يعني التفسير الصحيح الذي ذكره المؤلف رحمه الله لهذه الكلمة، وذكر ركنيها، وهناك طبعا لهذه الكلمة شروط سبعة ذكرها العلم، وهي مجموعة في قول الناظم: علم اليقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها.
من يعيدها؟ نعم تفضل. كم صارت؟ 7. وبعضهم يزيد الثامن البراءة من الشرك وأهله، وقد يكون داخل في هذه 7 ولها تفصيل وأدلة، لكن الوقت لا يكفي لذلك. المؤلف رحمه الله استشهد بدليلين على هذه الكلمة. طيب، الدليل الأول: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. أين تفسير الكلمة في هذه الآية؟ إنني براء مما تعبدون، هذه لا إله نفي، إلا الذي فطرني هذه إلا الله إثبات. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذا لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله نفي، ولا نشرك به شيئا أيضا هذا نفي تأكيد للنفي، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولى فقل اشهدوا بأن مسلمون. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. نعم، هذا تبين لمعنى شهادة أن محمد رسول الله، وذكر دليلها الشرعي: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هناك أدلة أخرى شرعية وأدلة أخرى عقلية، لأن إثبات الرسالة أيضا يكون بأشياء كثيرة من الآيات والبراهين، كصدق النبي صلى الله عليه وسلم والنظر فيما جاء به وما يشتمل عليه الشريعة التي جاء بها وإخباره بالغيب وحفظه وغير ذلك من دلائل النبوة المعروفة، وهذه ذكر من هذا الدليل الشرعي. ثم ذكر معنى الشهادة: ما معنى أنك تشهد أن محمد رسول الله؟ معنى هذا أن تعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله حقا، مرسل من عند الله بالوحي من عند الله، وأن رسالته عامة لجميع الناس، وأن رسالته خاتمة، فهو خاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعده، ورسالته للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة أو كافة. ومقتضى هذه الشهادة، مقتضى أنك تشهد أن محمد رسول الله، أن تطيعه في كل ما يأمر به، وأن تنتهي عما ينهى عنه، وأن تصدقه في أخباره، سواء أخبار عن أشياء ماضية أو عن أشياء مستقبلة، وألا تعبد الله إلا بما شرع. لأن مقتضى أنك تشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلتزم بهذا الشرع، لا أن تخترع شرعا من عندك أو من عقلك، بل تعبد الله على وفق ما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو حقيقة الاتباع والتأسي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، المؤلف رحمه الله هنا يذكر أدلة على هذه الأركان، فالمسلم يبني دينه على الدليل. إذا قال لك شخص مثلا: ما الدليل على أن الصيام واجب؟ ما الدليل على أن الزكاة ركن؟ ما الدليل على وجوب الحج؟
فتكون أنت عندك الأدلة على هذا الدين وعلى هذه الأركان، وهذه الأدلة من القرآن، وسيذكر بعد ذلك الدليل من السنة الذي يشمل هذه المراتب كلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6. نعم. المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان كما أخذتم في الدروس، مفهوم الإيمان عند أهل السنة أنه قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإيمان شعب، الإيمان شعب. ما حكم من ترك شعبة من شعب الإيمان؟ هل يزول إيمانه أو ينقص إيمانه أو لا يتأثر إيمانه؟ حسب الشعبة. فمن الشعب ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة لا إله إلا الله، ومن الشعب ما ينقص الإيمان الواجب بعدم فعلها، ومن الشعب ما تكون من قبيل المستحبات والسنن. فالإيمان يزيد وينقص كما قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ما الدليل على النقص؟ زيادة. ها؟ زيادة. لا يكون زيادة. الدليل قبل الزيادة. يعني هذا الدليل يعني بالمفهوم أن ما يقبل الزيادة فهو يقبل النقص. أليس هناك دليل على النقص؟ نعم. انقصات عقل ودين. قوله: وذلك أضعف الإيمان. نعم. أيضا ما رأيت من ناقصات عقل ودين. نعم. وأيضا أخرج من النار من قال في قلبي أدنى مثقال ذرة من إيمان. كل هذه الأدلة تدل على أنه ينقص ويزيد وينقص ويقوى ويضعف، كما دلت على ذلك الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6. طيب، قبل الدليل، الشيخ هنا ذكر هذه الأركان مجملة، ذكر هذه الأركان مجملة، أركان الإيمان: تؤمن بالله، هذا وهو الركن الأول. والإيمان بالله يشمل أمور، يشمل الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسماء وصفاته، في تفاصيل كثيرة معلومة. ثانيا، الإيمان بالملائكة، وهذا ركن من أركان الإيمان. والإيمان بالملائكة أن تؤمن بملائكة الله عز وجل، والملائكة عالم غيبي، مخلوقون من نور، مخلوقون من نور، كما في الحديث: خلقت الملائكة من نور. والملائكة كثيرون، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومن أدلة كثرتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك. والبيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم. فهذا دليل على كثرة الملائكة، فهم كثير، وكل واحد من بني آدم معه ملائكة. كم ملك؟ ملكين أو أكثر. ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات، وهو يتعاقبون في الليل والنهار. وهناك حفظة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من بين يديه يمن أمر الله، حفظة. هناك كتبة، هناك حفظة. فنحن نؤمن بالملائكة، من علمنا اسمه منهم نؤمن به باسمه، كجبريل وميكائيل وإسرافيل وهاروت وماروت ومنكر ونكير ومالك، كل هذه ورد فيها النصوص الشرعية، نؤمن بهم. ونؤمن بهم إجمالا بمن لم نعلم اسمه، ونؤمن بأعمالهم ووظائفهم: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا نحن الصافون، وإنا نحن السبحون، إلى آخره. فهناك ملائكة
ملك الجبال، ملك الوحي، ملك القطر، ملك الموت، ملك النفخ في الصور، وهكذا نؤمن بكل عمل من أعمالهم ونؤمن بصفاتهم التي علمنا هناك لهم صفات خلقية وصفات خلقية، فكل هذا مما يدخل في الإيمان بالملائكة. ومن أنكر الملائكة فهو ليس بمؤمن، لأن الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان الستة. والكتب نؤمن بكتب الله، ما علمنا منها وما لم يعلم وما لم نعلم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، ومنها التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. ونعتقد أن الكتب السابقة كلها إيش؟ محرفة ومنسوخة بهذا القرآن. فالتوراة والإنجيل موجودة الآن، نعتقد أنها محرفة، ضاعت نسخها الأصلية. أصل التوراة والإنجيل كلام الله نؤمن به، لكن الموجود الآن محرف ومبدل. هل نرد كل ما فيها؟ هل نرد كل ما في التوراة والإنجيل الآن أو نقبل بعضها؟ ها؟ ما الضابط في القبول والرد؟ نعم، يعني ما نصدق ولا نكذب، ما في شيء نصدق منها أبدا. أحسنت. إذن ما ورد في شرعنا تصديقه صدقناه، وما ورد في شرعنا تكذيبه كذبناه. في أشياء موجودة في التوراة والإنجيل الآن وهو كذب، نعلم أنها كذب قطعا، تنقص للرب سبحانه وتعالى وتنقص للأنبياء وعقائد فاسدة، نعتقد أنها باطلة وأنها محرفة وأن هذا ليس كلام الله. وما ورد فيها من التصديق مما جاء في كتابنا التصديق صدقنا، وما ورد من الأشياء مما لم يرد في شرعنا تصديقه ولا تكذيبه فلا نصدقه ولا نكذبه. فهذا عقيدتنا تجاه هذه الكتب، ونعتقد أنها منسوخة ولا يجوز العمل بها، لأن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الأديان السابقة، حتى عيسى عليه السلام لما ينزل آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بالكتب كلها التي أنزلها الله على أنبيائه. إذن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، نؤمن بالرسل جميعا، من قص الله علينا ومن لم يقصصه علينا، ونؤمن بهم إجمالا وتفصيلا، وأن الرسل قد أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة وأقاموا حجة الله على خلقه، وأنهم مؤتمنون، ونؤمن بهم كلهم، لا نفرق بين أحد من رسله، وأن دعوتهم واحدة، كلهم دعوا إلى التوحيد، كلهم دعوا إلى التوحيد. وأما الشرائع ففيها يعني قد يكون في بينهم اختلاف في الشرائع، فتنسخ بعض الشرائع، أما العقيدة والتوحيد فلا نسخ فيها. فنؤمن بالرسل، ومن كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين ونوح أول الرسل. فكيف يقول كذبت قوم نوح المرسلين ونوح أول الرسل؟ لأن برسول فقد كذب جميع الرسل، لأن دعوة الرسل واحدة، فلما كذبوا برسولهم فكأنهم كذبوا جميع المرسلين. فيجب أن الإيمان بالرسل كلهم، واعتقاد أنهم أن عقيدتهم واحدة وكلهم على التوحيد، وكل رسول يدعو قوم يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا مما يدخل في الإيمان بالرسل واليوم الآخر، ونؤمن باليوم الآخر. وإما يدخل في اليوم الآخر الإيمان بالقبر، بفتنة القبر وعذابه ونعيمه، لأن القبر أول منازل الآخرة. وإما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة، الإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، ما حصل منها وما سيحصل، كل هذا ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور والجزاء والحساب والنفخ في الصور والحوض والميزان والصراط والجنة والنار، كل هذا مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، وهذا من تفاصيل الإيمان باليوم الآخر، ويجب الإيمان بها كلها.
وأيضا الركن الأخير من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر معناه أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء قبل أن يخلق شيئا، وأنه كتب كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه لا يحصل في الكون شيء إلا بمشيئته، وأنه هو الخالق لكل شيء مما في هذا الوجود، خالق هذا الوجود وخالق الناس وخالق أعمالهم، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله خلق العبد والعبد هو الفاعل لفعله، الله خلق العبد وفعله، والعبد هو الفاعل، وتنسب إليه الأفعال من الخير والشر، تنسب إليه الأفعال من الخير والشر. يعني العبد هو المصلي والصائم، وهو السارق والزاني، فإذا فعل شرا نسب إليه، وإذا فعل خيرا نسب إليه، لأن الفعل قائم به وهو القائم بهذا الفعل حقيقة. فالعبد له قدرة وله مشيئة وله اختيار، ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد له مشيئة ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. وقد ضل في باب القدر طائفتان إجمالا: الطائفة الأولى من يزعم أن العبد يخلق فعل نفسه، وهؤلاء هم القدرية النفاة، وممن يمثلهم المعتزلة، ينفون مشيئة الله وخلقه لأفعال عباده، ويقول أن العبد هو الخالق لفعله. والطائفة الثانية الضالة في باب القدر هم الجبرية الغلاة، الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله، وأن حركات العبد حركات بلا اختيار، كحركات المنتفض من الحمى، وكحركات الأشجار في مهب الريح، وكنبضات القلب لا مشيئة للعبد ولا اختيار فيها. فلا يفرقون بين الفعل الاختياري من العبد والفعل الذي لا اختيار فيه للعبد. فعندهم إن قام وقعد وصلى وسجد مثل مات وسقط، يعني الأفعال عندهم كل الأفعال عندهم بلا اختيار، والعبد مجبور لا اختيار له كما يزعمون، وكما قال قائلهم: أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعاته. فغلاة الجبرية يزعمون أن العبد مجبور، وأن فعله كله طاعات لله، لأنه يفعل بمقتضى مشيئة الله. وعندهم لا فرق بين المشيئة والمحبة، فما شاء الله فهو يحبه. وقال قائلهم: أنا وإن عصيت أمره فقد وافقت قدره، يقول: أنا إن عصيت أمر الله الشرعي فإني موافق لقدر الله، أصبحت منفعل لما يختاره مني ففعلي كله طاعته. وهذا لا شك أنه كلام إلحادي، لا يصح أن يقال إن معاصي العبد طاعات، وأن العبد لا اختيار له. وكل أحد عاقل يعلم أنه مختار في أن يقوم ويقعد ويصلي ويسجد أو يسلم أو يكفر، يعني باختياره يأكل أو لا يأكل، فلا ينازع في هذا إلا إنسان صاحب هوى. ولهذا نجد هؤلاء لا يطردون هذا المذهب في أفعالهم. إذن نلخص من هذا أن القدر أربع مراتب. من يلخصها لنا؟ مراتب القدر الأربعة ما هي؟ ما مراتب القدر الأربعة؟ نعم، أي علم؟ علم الله الشامل. نعم، كتابة، إيش؟ مشيئة والخلق، أحسنت. علم نقصد به علم الله، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم الأشياء كلها دقها وجلها سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. ذلك يتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين.
ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. نعم، هذه المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان. فالإحسان هو بذل الجهد في أن يأتي الإنسان بعمله على أكمل الوجوه، على أكمل الوجوه. والإحسان يكون في عبادة الله وفي طاعة الله، ويكون الإحسان أيضا يشمل الإحسان إلى الخلق. والمطلوب من الإنسان أن يحسن. والركن الإحسان له ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، عن تستشعر مراقبة الله لك. ومن يستشعر مراقبة الله له ويستحضر هذا المعنى العظيم، فإنه لا شك في أنه يحسن عمله، ويكون عمله على أكمل الوجوه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فالله عز وجل مع المحسنين، لأن الذي يحسن عمله في عبادته وفي أعماله كلها محبوب لله سبحانه وتعالى. وذكر أيضا بعض الآيات التي فيها استشعار رؤية الله عز وجل ومراقبة الله سبحانه وتعالى واطلاع الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يستشعر هذا المعنى العظيم في كل أعماله الظاهرة والباطنة، فيكون تكون أعماله على أكمل الوجوه وأحسن الأحوال. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر. ثم انطلق. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دينكم. طيب، هذا الحديث العظيم هو حديث جبريل المشهور، وقد اشتمل على إيش؟ على المراتب الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، وأيضا شيء من أشراط الساعة. وهذا جبريل عليه السلام أتى وعلمهم بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم. وتعجب الصحابة من هذا، من جبريل، من أي ناحية؟ ما وجه تعجبهم؟ يسأله ويصدقه، والعادة أن السائل يكون جاهلا. والصحابة ما كانوا يعرفون، لم يعني يروا جبريل من قبل، ولا وليس هذا الشخص ممن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل،
وهذه المعلومات لا يعرفها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يسأله ويصدقه؟ وأيضا مما يعني يدعو أيضا لتعجبه واستغرابه أنهم رأوه إنسان غريب وليس عليه أثر السفر، فكيف يكون غريب؟ والعادة أن أهل المدن الصغيرة والقرى يعرفون بعض، فهذا من العجائب. ثم لما صرف وطلبوه لم يجدوه، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. المقصود أن هذا اشتمل على هذه الأصول: إسلام وإيمان وإحسان. وهذا دليل على التفريق بين الإسلام والإيمان. هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان أو لا؟ حسب. قيل إذا اجتمع افترقا. ما معنى إذا اجتمع افترقا؟ يعني في ما معنى إذا اجتمع افترقا؟ نعم، سياق واحد. سياق واحد. إيش يكون معناها إذا جت في سياق واحد؟ أيوة، ممتاز، أحسنت. إذا جاء الإسلام والإيمان في سياق كلام واحد كما في هذا الحديث، يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. وإذا افترقا اجتمعا، ما معنى إذا افترقا اجتمعا؟ نعم، يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، أحسنت. هذا يعني هو الصواب. طبعا في أقوال غير هذا معلومة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبياً رسولاً. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك. طيب، المؤلف رحمه الله ذكر هنا الأصل الثالث، وهو الأخير من هذه الأصول الثلاثة، وهو معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومعرفة النبي تشمل أمور، تعرف اسمه، نسبه، بلده، دعوته، موته، يعني كل هذه مما يدخل في معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بدأ بذكر نسبه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام. هذا مما يدخل في معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك ذكر عمره وأنه توفي عن عمر يبلغ 63 سنة، وهذه 63 سنة منها قبل النبوة ومنها بعد النبوة. قبل النبوة 40، وفترة النبوة 23 سنة، يعني عمره 63 سنة. طيب، في مكة 13 سنة، وفي المدينة 10 سنوات. نبئ بإقرأ، ما معنى نبئ بإقرأ؟ نعم، صار نبيا، أحسنت، حينما جاءه جبريل في الغار في القصة المعروفة. وأرسل بالمدثر، يا المدثر قم فأنذر، رسالة. طيب، هنا طبعا التفريق بين النبي والرسول، ما الفرق بين النبي والرسول؟ نعم، الرسول يبلغ الرسالة لغيره، والنبي لا يؤمر بالتبليغ. ما رأيكم بهذا التعريف المشهور؟ نعم، النبي يبعث إلى قومه خاصة. طيب، أحسنت، بارك الله فيك. نعم، يعني كلاهما مرسل، النبي مرسل والرسول مرسل. أما التعريف المشهور أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، يعني هذا عليه مؤاخذة،
كما ذكر شيخ الإسلام في كتاب النبوات. والله عز وجل يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فذكر إرسال عم النبي والرسول، فالنبي مرسل والرسول مرسل، لكن النبي يبعث في قومه أو يرسل في قومه، والرسول يبعث إلى قوم مخالفين كفار يبلغهم رسالة الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. نعم، هذا يعني تفسير لها هذه الآيات وبيان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دعوة جميع الرسل. ومهمة الرسل تتلخص في ثلاث أشياء: الأولى الأمر الأول الدعوة إلى التوحيد. كل الرسل أساس دعوتهم الدعوة إلى التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذا المهمة الأولى العظمى، الدعوة إلى التوحيد. ثانيا البشارة والنذارة، مبشرين ومنذرين، بشرون من أطاع الله بالجنة وينذرون من عصاه بالنار. ثالثا تفصيل الشرائع، يفصلون للناس الشريعة ما يجب عليهم وما يحرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. نعم، الآن المؤلف ذكر أنه بعد 10 سنين من البعثة عرج به للسماء، يعني المعراج حصل قبل الهجرة بكم؟ 3 سنين. وطبعا هذه المسألة خلافية، منهم من قال قبل الهجرة بسنة، ومنهم من قال قبل الهجرة بسنة وشهرين. وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء بروحه أو بجسده وروحه، يقظة أو مناما؟ ها؟ طيب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، رؤيا ها؟ طيب في حديث الإسراء والمعراج في صحيح مسلم لما ذكر المعراج قال في آخر الرواية: ثم استيقظت. فقالوا هذا دليل على أنها كانت منام. أنا أسأل عن الرواية هذه في صحيح مسلم، لو جاك واحد قال إن هذا في صحيح مسلم ثم استيقظت فدل على أنها منام. نعم، بعد ما رجعنا. لا، هو في ذكر القصة قال ثم استيقظت. رؤيا الأنبياء حق، يعني أنت ترى أنها رؤيا. طيب يعني المعراج بجسده أو بالرؤيا؟ قال ثم استيقظت. طيب حتى نختصر الكلام، هذا الرواية طبعا هي من رواية شريك، وشريك عنده أوهام رحمه الله، عنده أوهام في روايتي وبذكر قصة المعراج، ومنها هذا أن قوله ثم استيقظت. نعم، بعض العلماء قال إنها برؤية، بأنها كانت مناما، استدلوا بهذا، لكن هذا اللفظ من الأوهام. وبعض العلماء قال إن الإسراء بالروح وأن جسده لم يفقد، ومنهم من قال إنه مرتين، مرة بالروح ومرة بالروح والبدن، ومنهم من قال مرة رؤية مرة منام ومرة يقظة وهكذا. ولكن الصحيح أن الإسراء والمعراج حصل مرة واحدة، حصل مرة
واحدة بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والإسراء بل ولفظ العبد يشمل الروح والبدن، ولو كان الإسراء بالروح فقط أو كان مناما لم تنكره قريش، فقريش أنكرت وفرحت بهذا باعتبار أنه سيكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذهبوا إلى أبي بكر قالوا: ألم ترى صاحبك ماذا يقول؟ أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع، ونحن نذهب شهر ونرجع شهر، فكيف يقول أنه في ليلة وأنه ذهب إلى وعرج به؟ قال أبو بكر: إن كان قال فقد صدق، ولذلك سمي الصديق رضي الله عنه. وهذا دليل على أنه بروحه وبدنه. وفرضت في مما حصل في المعراج فرض الصلوات الخمس، فرض الصلوات فرضت 50، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة وفي سياق الحديث المعروف سأل الله عز وجل التخفيف مرات حتى صارت 50 في العدد و50 في الأجر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هنا المؤلف رحمه الله يتكلم عن إيش؟ عن الهجرة. والهجرة في الشرع هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ما حكم الهجرة؟ واجبة على من؟ على من لم يستطع أن يظهر دينه وأن يمارس دينه وأن يظهر شعائر دينه، فهنا يجب عليه. ومن لم يهاجر فإنه إذا كان قادر فإنه إيش؟ آثم. إلا إذا كان لا يستطيع. إذا كان مستضعف لا يستطيع أن يهاجر، فهذا يعفو الله عنه كما في هذه الآية. والهجرة باقية أو انتهت؟ باقية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة بعد فتحها، لأن صارت دار إسلام. كان الصحابة رضي الله عنهم هاجروا من مكة إلى الحبشة وإلى المدينة، لكن بعد فتحها قال: لا هجرة بعد الفتح. أما تشريع الهجرة عموما من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهو باقي إلى قيام الساعة. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أخذ على هذا 10 سنين. وتوفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق. نعم، الشرائع الإسلام وتفاصيل الشريعة إنما جاءت في المدينة، وكان أما في مكة فكان التركيز على العقيدة، وأكثر الآيات وردت في ترسيخ الاعتقاد والتحذير من الشرك. نعم، ونزل بعض الأصول
أصول بعض أصول أحكام يعني حتى الزكاة عموما، لكن التفاصيل إنما جاءت في المدينة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في المدينة 10 سنين وبعد ذلك توفاه الله سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى إيش؟ إنك ميت وإنهم ميتون. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات لكن دينه باقٍ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتوفي صلى الله عليه وسلم ودينه باقٍ، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم، يعني كل هذا مما يدخل في هذا الأصل في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن تتعرف على هذه الأمور. أما إنسان يقول أنا مسلم، لا تسأل عن النبي يقول ما أعرف النبي، إيش دعا إليه ما يعرف، إيش هذا ما يصلح. لابد أنك تتعلم هذه الأمور وهذه الأسس التي ذكرها المؤلف في ثنايا كلامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم هو مات عليه الصلاة والسلام، لكن دينه باقي إلى قيام الساعة، ولم يترك خيرا إلا دل أمته عليه، لم يترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا دلهم عليه، ولا شيء يقربهم إلى النار إلا حذرهم منه. وأعظم ما أمر به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وجميع ما يكره الله سبحانه وتعالى قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أشار المؤلف هنا إلى عموم الرسالة، فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة إلى جميع الناس، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فلا يجوز لأحد أن يدين بغير دين الإسلام، ولا أن يتبع نبيا غير محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. من هذه الأمة، أي أمة؟ أمة الدعوة للإجابة. الدعوة. من هي أمة الدعوة؟ من هي أمة الدعوة؟ كل من جاء بعد. أحسنت، هم كل الناس بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. يعني هل مثلا هل اليهود والنصارى والبوذيين الآن من أمة محمد؟ نعم. لا، ها؟ دعوة. نعم، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أمة الدعوة، بمعنى أن الدعوة المحمدية موجهة إليهم، بمعنى أنهم مدعوون لهذا الدين، بأن النبي صلى الله عليه وسلم داعية ورسول إلى الناس كافة، إلى كل الناس، يدعوهم إلى هذا الدين السمح، إلى هذا الدين العظيم، إلى هذا الدين الشامل، إلى الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فدينه موجه إلى جميع الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، الله عز وجل أكمل الدين، ولم يمت محمد صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل الدين. وهذه الآية من آخر ما نزلت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بثمانين يوما، وفيها دليل على إبطال البدع، لأن الدين كامل والابتداع في الدين زيادة، والمبتدع زائد في الدين ومستدرك على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالمبتدع الذي يزيد شيء في الدين بأقوال أو أفعال أو تروك، فلسان حاله
أن الدين لم يكمل وأنا أكمله بهذا الأمر، بهذا الأمر المبتدع. والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين قد كمل ولسنا بحاجة إلى زيادات. فمن أراد التأسي والاتباع فليلتزم بهذا الدين. واقتصاد في سنة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. نعم، المؤلف ذكر أول هنا الدليل على موت النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد أنه لا يجوز أن يدعى صلى الله عليه وسلم لأنه ميت. نعم، الأنبياء أحياء في قبورهم لكنها حياة برزخية، حياة برزخية. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات وبموته انقطع الوحي. فمن يزعم الآن أنه يأتيه وحي أو يتصل بالله سبحانه وتعالى أو أن الله يوحي إليه فهو كاذب، لأنه قد انتهى الوحي بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وختمت الرسالات. ثم ذكر أن الناس إذا ماتوا يبعثون، وذكر الدليل على ذلك: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فالإيمان بالبعث مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم، بعد البعث جزاء وحساب، وهذا من مقتضى حكمة الله عز وجل. فالله عز وجل لم يتركنا هملا ولم يخلقنا سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فمقتضى الحكمة الإلهية أن يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. أما الملاحدة الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالجزاء والحساب ويقول إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ولا جزاء ولا حساب، فهؤلاء في الحقيقة كما أنهم مخالفون للشرع وملحدون، فإنهم مخالفون للحكمة ومخالفون للعقول الصحيحة السليمة. فإذا لم يكن هناك جزاء ولا حساب فإن هذا إغراء لأهل الظلم وأهل الاعتداء وأهل الانحراف في الاستمرار بانحرافهم والإغراق في شهواتهم. ولكن الله عز وجل أخبرنا أنه سيبعث الناس مرة أخرى وسيجازيهم ويحاسبهم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وهذا دليل على كفر من أنكر البعث. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقال سبحانه وتعالى: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وقال سبحانه وتعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فالمنكر للبعث كافر. طيب، الذي لا ينكر ولكنه يشك أيضا كافر، ها، متردد كافر. ما الدليل على أن الشك كفر؟ طيب، تعوذ من الشك،
لكن هل الشك كفر؟ ونعم، إيش الدليل؟ في سورة الكهف، ودخل جنته وهو ظالم نفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك؟ فهذا دليل على أن من يشك في هذا حتى أو في أي ركن من أركان الإيمان، من يشك في الملائكة أو في باليوم الآخر أو يشك في الرسل، فإن هذا مناف للإيمان والعقيدة، لأن معنى عقيدة الجزم، تعقد قلبك على هذه الأصول وتجزم بها ولا تتشكك ولا تتردد، فضلا عن أن يكون في هناك نفي أو إنكار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم، هنا أشار المؤلف رحمه الله إلى شيء من دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم أرسلهم الله مبشرين ومنذرين، وأرسلهم الله حجة على العالمين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة. وأول الرسل نوح عليه السلام، وش الدليل؟ ما الدليل على أن أول الرسل نوح؟ نعم، والنبيين من بعده، وأيضا يوم القيامة عندما يأتون الناس يقول نوح: يا نوح أنت أول الرسل، فهو أول الرسل أرسله الله إلى أهل الأرض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني أن دعوة الرسل واحدة، وكل الرسل دعوا إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بإيش؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولما ذكر الله عز وجل قصص الأنبياء ذكر أن كل واحد منهم يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا هذه هي دعوة الرسل، الدعوة إلى التوحيد. فكل الرسل أمروا أقوامهم بالتوحيد ونهوهم عن الشرك وعن عبادة الطاغوت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم، مما فرض الله على عباده الكفر بالطاغوت، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا يتم الاستمساك بالعروة الوثقى إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله. أما من يقول: أنا أؤمن بالله لكن لا أكفر بالطاغوت، هل يصح إيمانه؟ لا، لابد أن تعتقد أن عبادة ما سوى الله باطلة، لابد أن تعتقد أن الديانة المحرفة باطلة، لابد أن تعتقد أن من يعبد الشيطان فدينه باطل، من يعبد الحجر دينه باطل، وهكذا. لابد أن تكفر بالطاغوت وتعتقد بطلان هذه العبادات الشركية والكفرية. فهذا فرض من الله عز وجل على عباده، وهو الكفر بالطاغوت. ثم بيّن هنا معنى الطاغوت،
الطاغوت من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى: وأن لما طغى الماء، إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء يعني إيش؟ تجاوز الحد وأغرق الأرض. وطغيان الإنسان، طغيان الإنسان أن يتجاوز حده. والحد، الحد يعني قدره الذي أعطاه الشرع. أنت إنسان أعطاك الشارع قدرا وحدا، فإذا تجاوزته فأنت طاغي. ومن الطغيان أن يتقمص الإنسان ما لا يجوز له، وأن يعتقد ما لا يجوز له، وأن يجعل نفسه في مقام النبي مثلا، أو يجعل نفسه في مقام الإله. حينما يرفع الإنسان نفسه إلى مقام الألوهية والربوبية، فيعتقد أنه رب، خالق، رازق، أو يعتقد أنه إله يعبد، هذا طاغية، تجاوز حد العبودية إلى أن أخذ حق الألوهية. ومن أفضل التعاريف للطاغوت والطغيان ما ذكره المؤلف عن ابن القيم رحمه الله، إن الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، ما تجاوز به العبد حده، يعني تجاوز حد العبودية وأخذ شيئا ليس له، فهذا طاغية. قال: من معبود أو متبوع أو مطاع. ما معنى هذا الكلام؟ ما تجاوز به العبد حده من معبود، يعني هذا الطاغي سواء كان معبودا يعبد من دون الله باختياره ورضاه، أما إذا عبد وهو غير راضي فهذا ما يسمى طاغوت. ها؟ مثل عيسى عليه السلام ما يرضى ويتبرأ منهم. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فيتبرأ من عبادة هؤلاء. فإذن الطاغوت الذي يعبد وهو راض، أو متبوع يتبع في المعاصي والانحرافات، أو مطاع يكون مطاع يعني له الأمر والنهي، فيستغل هذا في أن يأمر بالمحرمات والشرك ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والطواغيت كثيرة، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. نعم، ذكر هنا خمسة من رؤوس الطواغيت الذين تجاوزوا حدهم، منهم إبليس وهو رأس الطغيان، إبليس اللعين، ومنهم من عبد وهو راض، عبد من دون الله وهو راضي، والثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه، يدعوهم إلى أن يعبدوه. طيب ما الفرق بين الثاني والثالث؟ ما الفرق بين الثاني والثالث؟ أيهما أشد؟ الثالث، لأنه يدعو الناس إلى أن يعبد، يعني مثل فرعون. وأما من يعبد وهو راض، يعني هو عبد، صحيح أنه ما دعاهم لكنه راضي بأن يعبدوه، ها؟ ولم ينكر، بل هو راض، فهو طاغوت، والمفترض أنه ينكر ويتبرأ ممن يدعوه ويعبده، ممن يعبده من دون الله. والرابع من ادعى شيئا من علم الغيب، يدعي أنه يعلم الغيب المطلق، كفعل الكهان والعرافين والمنجمين الذين يدعون علم الغيب. والغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، حتى الأنبياء لا يعلمون الغيب،
والله سبحانه وتعالى قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال سبحانه وتعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وقال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وفي الحديث خمس لا يعلمهن إلا الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله. وذكر المغيبات الخمس كالمذكورة في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فمن ادعى أنه يعلم الغيب، يعلم ما سيكون في المستقبل، يعلم كم سيكون عمرك وما رزقك ومن كم يأتيك من الولد وكم سيحصل لك من الخير أو من الشر أو من المصائب، هذا طاغوت، لأنه ادعى علم غيب والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والخامس ما ذكر المؤلف من حكم بغير ما أنزل الله، لأن الحكم هو لله سبحانه وتعالى، الحكم إلا لله. فمن حكم بغير ما أنزل الله وأبطل شرع الله وجعل شريعة من عند نفسه فهذا طاغوت، حيث أنه اعتدى على حق الله. فالتشريع حق الله عز وجل، الذي خلق الخلق هو الذي يشرع لهم، هو الذي يشرع لهم. فالذي يحكم بغير ما أنزل الله كما جاء في قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الآية الأخرى الظالمون، وفي الآية الأخرى الفاسقون، فهذا من الطغيان. لأن الواجب على العبد أن يتبع شرع الله لا أن يكون هو المشرع لعباد الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله. إيش معنى وهذا معنى لا إله إلا الله؟ ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت هذا إيش؟ أدن. لا إله. نعم. ويؤمن بالله هذا إلا الله، هنا ركنان نفي وإثبات، فهذا معنى لا إله إلا الله. لابد يعني لو واحد يقول لا إله هذا ملحد، ها؟ طيب إذا كان يقول إلا الله فقط اختل ركن، ها؟ نقص ركن، أي هذا فاسد أيضا. إلا الله، يعني بعض غلاة الصوفية يقول إلا الله إلا الله، لما يقيل لهم ليش ما تقول لا إله إلا الله؟ قال أخاف أقول لا إله إلا الله فأقول لا إله ثم أموت، فإذا كان أقول إلا الله بس، وهذا خطأ أيضا. حتى إلا الله يعني ما في الوجود إلا الله، هذا أيضا من قول أهل الحلول والاتحاد. فلا بد أن تقول لا إله إلا الله، لا بد أن يكون في نفي وإثبات، وليس تثبت الألوهية ولا تنفي، لا يصح أن تثبت الألوهية لله ولا تنفي ألوهية غير الله أو عبادة غير الله، لابد أن تجمع بين الأمرين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم. نعم. أيضا استدل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث ببيان أن رأس الأمر الإسلام، يعني الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو رأسه الإسلام، لأنه هو الأساس في الدعوة وبأركانه، وعموده الصلاة، وهذا يبين عظم شأن الصلاة. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فهي عمود الإسلام. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، إذا كان خالصاً لوجه الله ويراد به إعلاء كلمة الله. ختم المؤلف هذا الحديث، وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق والتسديد.